لحد امتى هتفضل تقول لسه شويه صغيره عشان اوصل بس وابقى جاهز؟ واحده من اكبر المشاكل اللي بتواجهنا وبتقلل مستوى الانتاجيه بتاعتنا هي المثاليه او محاوله الوصول للكمال. اسمح لي اقول لك بعض اعراض المرض لحسن يكون عندك يعني وانت مش واخد بالك ولا حاجه. من اكثر الاعراض شيوعا اول حاجه انك تكون بتقضي وقت اكتر من اللازم في المهام اللي انت اصلا عارف اولها من اخرها. 2 دايما حاسس انه في لحظه مناسبه لازم نوصل لها عشان نعمل الحاجه دي، فبتربط الاشياء والاحداث بمواعيد معينه في خيالك واللي هي في اكتر الاحيان اصلا ما بتجيش. 3 بتفكر طول الوقت زياده عن اللزوم في كل قرار بتاخده، وده تقريبا طول الوقت بيخسرك فرص مهمه قوي بتعدي عليك في حياتك. تحس كده بشويه احباط لما تبقى تفاصيل الامور مش تحت ايدك ومش قادر ان انت تتحكم فيها طول الوقت. لما يطلب منك حاجه في الشغل او يبقى عندك تاسك معينه تشتغل عليها، ممكن تتسحل في تفاصيل صغيره ممكن يكون ملهاش لازمه وتنسى الصوره الكبيره او الحاجه اللي انت كنت جاي اصلا تشتغل عليها. وهنا نقطه مهمه، حلو قوي ان انت تبقى طول الوقت بتدور على نقاط التطوير والحاجات اللي ممكن تحسنها علشان تحسن من شكل الحاجه اللي انت بتعملها، لكن مهم كمان تفتكر ان مفيش حاجه بدات باحسن صوره ليها. في البيزنس اتعلمنا ان احنا لما نيجي نطلع منتج او برودكت نطلع مينيمم فايبل برودكت، المنتج بمتطلباته المتوسطه. البرفكشنزم او السعي المثاليه عدو حقيقي لينا، ومن الحاجات اللي خسرتني انا شخصيا كتير قوي في حياتي. وصدقني الحاجه اللي انت بتعملها دلوقتي وشايفها حاجه بسيطه كده نبدا بيها، بالنسبه لحد تاني هتبقى مثاليه واكثر من رائعه. ولو حضرتك موظف ومهتم تعرف اكتر عن مشاكل الانتاجيه وازاي ترفع مستوى انتاجيتك وصحتك النفسيه، تشرفنا في برنامج سوبر هيرو امبلوي. سلام.